The coefficient of static friction between the block and the surface of a turntable is mu static 0.3. The turntable rotates at 20 revolutions per minute. نقدر نحسب الF والأوميجا والسرعة. What is the distance from the center of the turntable at which a block, the block will start to slide؟ يعني عايز يقول لي هنا كده فيل تحت ام جي وفيل فوق ان، وبالتالي في فريكشن ميو في ان، وفي اكسلريشن تجاه المركز اللي هي اي ار. عندنا سيجما الاف واي يساوي صفر، يبقى ال n ماينس ال m g يساوي صفر. اذا ال n هتساوي m g. طب والاكسلريشن احنا عندنا نقدر نحسب الفريكوينسي اللي هي n على 60، يعني 20 على 60 يساوي 1/3 هرتز. طب والأوميجا؟ الأوميجا بتساوي 2 باي f، يعني هتساوي 2 باي على 3 2.1 rad/s. يبقى ال AR أوميجا سكوير R، نربع ده 4.39 R متر بير سكند تربيع. ليه بقى؟ عشان نطبق سيجما الفورس تساوي ال M في ال AR، وادي اتجاه الأكسلريشن. عندنا ميو اللي هي 0.3 في ال n اللي هي m g، ميو n تساوي m في ال ar اللي هي 4.39 r. اشطب ال m مع ال m ودي ب10، يبقى نقول 3 على الانسر، فطلعت اذا ال r 0.68 متر، يعني عند المسافة دي هيبدأ ينزلق.